السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. واتساب على الويب أو من خلال الحاسوب الخاص بك أو من خلال المتصفح على الكمبيوتر الخاص بك، أتحته الشركة لأجهزة النوكيا وأيضا للويندوز فون والأندرويد والبلاك بيري، ولكن مستخدمي iOS أو أجهزة الآيفون والآيباد والآيبود لا يمكنهم ذلك. ولكن إذا كان لديك جيل بريك وكان لديك سي دي فيمكنك استخدام الواتساب من خلال الحاسوب، وإذا كنت مستخدم هاتف أبل بي الطبع بطريقة سهلة جدا سأريها لكم في هذه الحلقة، فلهذا لا تبتعدوا كثيرا وابقوا معي. في البداية ومن خلال هاتفك الآيفون أو الآيباد أو الآيبود تقوم بالدخول إلى السيديا والبحث عن الأداة واتساب ويب أنيبلر وتقوم بتنزيلها طبعا من السورس بيك بوس. الآن إذا انتقلت إلى تطبيق الواتساب ستجد هنا الخيار واتساب ويب، تقوم بالدخول إليه والانتقال إلى الحاسوب الخاص بك. الآن تنتقل إلى الرابط web.whatsapp.com وتقوم بالدخول من خلال هاتفك إلى الأداة أو من خيار الخيار واتساب ويب، وتختار من هنا تنتظر قليلا ثم تختار هنا حسنا فهمت، وتقوم بمسح الكود أو كيو آر كود الخاص بك. هنا كما ترى ظهرت لي الدردشات الخاصة بي وكذلك كل المحادثات التي في حسابي، أستطيع الآن الدردشة من خلال الواتساب من خلال الكمبيوتر أو من خلال المتصفح الخاص بي. إذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، رجاء إن أعجبتك هذه الحلقة لا تبخل علي بالضغط على زر لايك وكذلك اشتراك أو سبسكرايب يظهر الآن أسفل الشاشة على اليمين، قم بالضغط عليه قبل إنهاء الفيديو، ولا تنسى كذلك متابعتي على المدونة th3vw.com، يوجد حلقات وتدوينات شبه يومية، ولا تنسى كذلك الإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك، روابط التي ذكرتها ستجدها أسفل الفيديو في الشرح. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.